مرحبا مرحبا سميح، هل من خدمة؟ أريد تقويما جديدا. هذا التقويم الذي معك قديم جدا. أعرف، لذلك أريد تقويما جديدا. شباط، آذار، نيسان. أنا آسف يا سميح، ليس لدي تقويم شمسي مثله. كيف فاتتني هذه؟ إذن فليس لديك تقاويم. لا، اسمح لي، لدي تقاويم قمرية. وما الفرق؟ وما الفرق؟ كالفرق بين الشمس والقمر. دعني أريك ما لدي. انظر، أشهر السنة القمرية تبدأ ب محرم، صفر. ولكن أين كانون الثاني وشباط؟ تلك من أشهر السنة الشمسية يا سميح، ومن هنا كان هذا هو الفارق الذي قلت لك عنه. أما أشهر السنة القمرية فهي، انظر، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب. هل فهمت؟ إنه اكتشاف رائع. أي اكتشاف يا سيد سميح، إنها أسماء معروفة، ألا تتذكرها؟ فعلا. ها، أين شعبان ورمضان؟ بعد رجب الذي توقفت عنده. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. هذا صحيح، شكرا لك. ولكن عندي لك سؤال أخير. ما هو؟ متى يأتي العيد؟